المسألة اللي بعديها اللي هي رقم 10 كده، أوجد معادلة الدائرة. أوجد معادلة الدائرة نق بتساوي 3 وحدات، ومعادلة القطرين فيهما، ومعادلة القطرين فيهما بتساوي س زائد ص. س زائد ص بتساوي 2، واتنين س ناقص ص بتساوي 7. يبقى دي المسألة. المسألة جايب لنا نصف قطر، جايب لنا مركز الدايرة، لا جايب لنا نصف قطر. يبقى جايب لنا ايه؟ نصف قطر. أوجد معادلة الدائرة التي طول نصف قطرها 3. أوجد معادلة الدائرة التي طول نصف قطرها 3 وحدات، ومعادلة قطرين فيها هما إيه؟ س زائد ص بيساوي 2، واتنين س ناقص ص بيساوي 7. المسألة دي إحنا عشان نقدر نجيب معادلة الدائرة إحنا محتاجين إيه؟ طبعا هو جاب لنا نصف القطر، لكن إحنا عاوزين نجيب مركز الدائرة. فمركز الدايرة بيبقى ايه؟ فطالما هنا قطرين، جايب لنا قطرين في الدايرة، والقطر احنا طبعا معروف نصف القطر هو جايبه لنا 3، لكن معادلة القطرين جايبهم. فالقطرين طبعا في الدايرة لازم يمروا، لازم يتقاطعوا في مركز الدايرة. فاحنا هنجيب نقطة تقاطع القطرين اللي هو س زائد ص بيساوي 2، و2 س ناقص ص بيساوي 7. يبقى مركز الدايرة اللي هو نقطة تقاطع المستقيمين او القطرين المستقيمين، يبقى هو س زائد ص بيساوي 2، و2 س ناقص ص بيساوي 7. هنجمع المعادلتين مع بعض، س زائد ص زائد 2 س ناقص ص بيساوي 2 زائد 7، يبقى 3 س بتساوي ايه؟ 9. يبقى 3 س بتساوي ايه؟ 9. ليه؟ لان ص راحت مع ص، لان ص راحت ايه؟ مع ص. اذا س بتساوي 3. بالتعويض في المعادله، س زائد ص بتساوي 2، يبقى اذا 3 زائد ص بيساوي 2، يبقى ص بتساوي 2 ناقص 3 بتساوي ايه؟ ناقص 1. يبقى المركز هو النقطة س اللي هي 3، والتانية اللي هي ص ناقص 1. اذا لام، ولام هتبقى ايه؟ ناقص 3، اللي هي طبعا هنا 3، فلام هتبقى ناقص 3. ليه؟ لان المركز اساسا ناقص لام ناقص كاف، يعني 3 دي اساسا بالناقص والكاف بالناقص، فهنا ناقص لام ناقص كاف. يبقى لام لوحديها بتبقى ايه؟ شرط الناقص، لكن هي موجب. يبقى اللام هتبقى ناقص 3. طب والكاف ناقص 1 اللي هي ناقص كاف، يعني يبقى الكاف بواحد. يبقى الكاف ايه؟ بواحد. يبقى الكاف بواحد. اذا وجيم بتساوي لم تربيع كاف تربيع ناقص نق تربيع. لم تربيع اللي هي 3 في 3 ب9، او الكاف واحد في واحد بواحد، والنق دهلنا هناك دهلنا هنا 3، يبقى النق تربيع هتساوي 3 في 3 ب9. لما نيجي في 3 في 3 ب9 ناقص 9، يبقى هنا 9 هتروح مع 9 بتاعت اللام، هيفضل لنا الواحد. يبقى ايه؟ جبنا ايه؟ جبنا جيم واحد. يبقى معادلة الدايرة هتبقى ايه؟ س تربيع زائد ص تربيع. طب ونجيب اللام ناقص 3 ونضربها في 2، ناقص 6 س، لان هنا معامل س بيبقى 2 لام، ومعامل ص 2 كاف، زائد هنا 1 كاف، يبقى 2 ص زائد 2 ص، زائد اللي جبناها جيم هنا بواحد، اللي جبناها جيم هنا بواحد اللي هي لم تربيع كاف تربيع ناقص نق تربيع، فدي جيم اللي هي طلعت ايه؟ بواحد، بيساوي صفر. يبقى معادلة الدايرة س تربيع زائد ص تربيع ناقص 6 س زائد 2 ص زائد 1 بيساوي صفر. دي المسألة